قال احد الامام الشافعي: والله لو رأيت قطرة خمر على لحية اخي قلت ان احد الناس قد سكبها عليه. ولو سمعت احد المسلمين يقول انا ربكم الاعلى لقلت انه يقرأ السورة. شوف الله، شوف الظن الحسن، الظن الحسن راح فين؟ احنا بالعقل ناخد كلام الناس ونحوره، والعياذ نسأل الله السلام، لان القلوب مش سليمة. القلب السليم هو الا تحمل ضغينة لاحد من اقاربك. يعني كونوا مع الناس اذا تركتموهم حنوا اليكم، واذا متم ترحموا عليكم.